السادة أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، زيارتكم اليوم لمنفذ رفع أسعدتنا، ولأول مرة منذ بدء العمليات العسكرية لتطهير سيناء من جوهر الإرهاب تتم زيارة بهذا المستوى الرفيع من حضراتكم لمحافظة شمال سيناء. لولا قواتنا المسلحة وشهدائنا الأبرار من القوات المسلحة والشرطة المدنية وأبناء سيناء الذين دافعوا عن هذه الأرض وضحوا بالغالي والنفيس لتطهير سيناء من بؤر الإرهاب. الإرهاب هو الذي اختار أرض المعركة وليس أبناء سيناء. أنتم تعلمون أن هذه المنطقة كانت التي نقف بها اليوم كانت منطقة جيه، وهذه المنطقة كان يوجد بها شرطة مدنية فقط حتى حدود العريش، وكان لا وجود للقوات المسلحة في هذه المنطقة. بفضل قواتنا المسلحة تدخلها في هذه المنطقة قضت على الإرهاب إن شاء الله لنفض أنفاسه الأخيرة على هذه الأرض. أولاً باسمي وباسم أبناء سيناء وباسم القيادة السياسية في هذه المحافظة، سيادة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة ابن من أبناء سيناء، اعتبره لأنه عاصر هذه المنطقة في 2008 ويعرف الكبير والصغير في محافظة شمال سيناء، ومن حظنا أنه في هذه الفترة الأخيرة قاد هذه المحافظة والحمد لله على يده وعلى يد قوات المسلحة وبفضل القيادة السياسية لسيادة الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي من أول يوم وهو يؤلي أبناء سيناء اهتمام خاص، ونحن نشعر منذ أن كان مديرا للمخابرات الحربية ثم قائدا لسفينة الوطن اللي تشهد تقدم في جميع مناحي الحياة على أرض الواقع. الكل يعلم ما يتم على جميع محافظات الجمهورية من تنمية وجهد للدولة المصرية، وإن شاء الله اللي في الفترة نهاية هذا العام الجمهورية الثانية سيتم تدشينها والإعلان عنها. أولاً أنا بثمن وأقدر جهد حضرتك، وأنا أعلم منذ الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وأنتم في رحلة السفر استمرت حتى الآن أكثر من 13 أو 12 ساعة، ولتقديم الدعم والعون لأشقائنا الفلسطينيين بتوجيهات من القيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل الشكر والتقدير اللي لولا جهوده ما تم فجر هذا اليوم من وقف إطلاق النار ليحقن دماء أشقائنا الفلسطينيين، وما قدمته المقاومة على أرض الواقع في فلسطين والدفاع عن مقدساتنا وعلى رأسهم المسجد الأقصى اللي الأخوة الإسرائيليين بيستفزوا مشاعر المسلمين في كل مكان بالدخول لحرم المسجد الأقصى الشريف في شهر رمضان المبارك. فبالتالي ما تم هو انعكاس لما تم من الصهاينة والإسرائيليين. اليوم ما تقدمه من مصر من مساعدات أكثر من 80 شاحنة للأخوة الفلسطينيين وعلى رأسها ممثلين الشعب المصري اللي هم السادة النواب من مجلس النواب ومجلس الشيوخ بتوجيهات من القيادة السياسية والمجموعة الأحزاب الرئيسية، حزب مستقبل الوطن وحزب حماية الوطن وحزب الجمهوري ومجموعية التنسيقية شباب الأحزاب على رأس هذه القافلة ليقدموا كل الدعم والمعونة لأشقائهم من أبناء الشعب الفلسطيني من مساعدات طبية ومواد غذائية. نشكر كل من ساهم في هذه القافلة، وإن شاء الله نوعد الشعب المصري من هذه المنطقة من بوابة مصر الشرقية كلنا على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه. وباسمي وباسم كل أبناء سيناء كنا نريد اليوم أن نحتفل بكم، ولكن
يمكن كنا عايزين نعمل مأدبة غداء لحضراتكم، ولكن تصادفنا ان اتصدمنا بالتأمين لهذه القافلة وانه الوقت وكذا كذا. لكن احنا بنستسمح سيادة المحافظ لو تم يعني انتوا تقعدوا معانا النهاردة وتسافروا بكرة، نجوم بواجب الضيافة. انا بشكركم وبتمنى ليكم ان شاء الله عودة.